بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في وجهة نظر مع سامح فوزي. ومين ما يحبش السعودية؟ الأرض الطاهرة النقية وشعبها المخلص الوفي. ومين ما يحبش السعودية اللي فيها وعلى أرضها ولد خير الأنام سيد الأنبياء رسول البشرية ومعلم الإنسانية المصطفى صلى الله عليه وسلم. ومين ما يحبش السعودية وفيها بيت الله الحرام والمسجد النبوي الشريف، الأرض الطاهرة النقية؟ ومين ما يحبش السعودية وفيها مكة والمدينة والطائف وجدة والرياض؟ ده هي أصل الجزيرة العربية. ومين ما يحبش السعودية وفيها آل سعود، حكام مسلمين مؤمنين بيحكموا بشرع الله وبينفذوا الشريعة الإسلامية؟ ومين ما يحبش السعودية؟ المملكة العربية السعودية كان لها وقفات بطولية مع مصر، والدور الواضح للمملكة في حرب أكتوبر 73 لما المرحوم الراحل جلالة الملك فيصل منع البترول عن كل الدول المساندة لإسرائيل، وذلك دعما لمصر ونصرة للقضية المصرية. ومين ما يحبش السعودية؟ المملكة العربية السعودية كان ليها الفضل الأول بعد الله سبحانه وتعالى في عودة مصر واستقرار مصر ودعم مصر بعد ثورة 30/6 المجيدة، واللي قدرت تعود من خلالها الدولة المصرية إلى مكانتها المعروفة. المملكة العربية السعودية مش بتساند مصر بس، بتساند مصر وكل دول العالم وكل الدول العربية والإسلامية. ومين ما يحبش السعودية وولي عهدها شاب طموح صاحب فكر ورؤية وبصيرة قدر يطور المملكة وقدر يرقع بايدن؟ لما بايدن تولى عرش أمريكا قال إيه؟ قال هخلي المملكة العربية السعودية دولة منبوذة. ولكن مع مين يا بايدن؟ القيادة السعودية قيادة واعية مؤمنة وقيادة ذكية قادرة على إدارة شؤون البلاد، قادرة على إدارة شؤون البلاد، قدرت ترقع بايدن ودلوقتي بيبوس الأيادي علشان المملكة العربية السعودية تخفض سعر البترول. ولكن المملكة العربية السعودية لها سياسة ذكية قادرة على إدارة شؤون البلاد في وسط المعارك والأزمات السياسية. ومين ما يحبش السعودية؟ المملكة العربية السعودية ملك وجيش وشعب لهم أيادي بيضاء على كل شعوب العالم وكل الدول العربية والإسلامية. ومين ما يحبش السعودية؟ ربنا يحفظ المملكة، حكومة وجيش وشعب. ربنا يحفظ الأسرة الحكمة ويحفظهم من كل سوء وشر. شكرا لكم.